الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات سهله ولذيذه كده ومشجعه وتدفي برضه. اول حاجه هنعملها مع بعض المبكبكه. المبكبكه دي يا جماعه ملهاش حل. معانا كده مكرونه اللي هي الخواتم، وسالقين شويه لحمه كده حتت متقطعه صغير، وهنعمل احلى مبكبكه سخنه كده وبتبكبك بقى، الواحد ياكلها كده يتدفى. خطيره ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل تشيكن بوب كورن، حلو جدا جدا. هنعمله حتت صغيره بتتبيله بسيطه قوي، بنحمره في الزيت، هيعجب الولاد، وهيتحط ممكن طبق جانبي، وممكن كمان لو بره مثلا لسه راجعين من تمرين ولا رايحين في مكان ياخدوا معاهم علبه كده فيها البوب كورن، هيفضل مقرمش مده طويله، مش هيطرى كده ويبقى شارب زيته بتاع، لا لا لا، هيطلع حلو جدا ان شاء الله. واخر حاجه هنعمل مشروب اسمه مشروب الطاقه، حلو جدا برده، بيدفي كده وظريف وسهل قوي قوي ومغذي يعني، ان شاء الله يا رب يعجبكم. نقول بقى مقادير اول وصفه، المبكبكه باللحمه، بقطع اللحمه الكندوز. ايه بقى؟ معايا تقريبا نص كيلو من اللحمه متقطعه مكعبات ومسلوقه كندوز. عايزه لحمه ضاني، مفيش مشكله، الضاني طبعا بيعمل طعم بقى يعني فظيع، الناس اللي بتحب اللحمه الضاني فاهمين كلامي. لكن اللحمه اللي معايا قطع من اللحمه الكندوز المسلوقه عشان ابقى مريحه دماغي، لان المكرونه كده كده ما بتاخدش وقت ابدا في التسويه، فايه تبقى اللحمه مسلوقه افضل حاجه. معايا بصلايه متقطعه مكعبات صغيره، معايا فلفل رومي اخضر متقطع مكعبات صغيره، ملح، فلفل اسود، معايا كركم وكاري وسبع بهارات ورشه من جوزه الطيب، حبهان مطحون، كل دي كده معالق صغيره، معلقه صغيره بالشكل ده. معايا كمان ورق لورا، معايا عصير طماطم تقريبا كوبايتين كبار من عصير الطماطم، يعني تقريبا نص كيلو من الطماطم المضروبة في الخلاط. هنحتاج معاها معلقة كبيرة من معجون صلصة الطماطم عشان تديها لون غامق شوية كده وتتقلها. ومعانا طبعا مكرونة، كيس مكرونة اللي هي الخواتم اللي هي بتبقى واسعة كده شوية، ومية سخنة حسب ما هنحتاج واحنا بنسوي المبكبكة علشان يبقى فيها برضو ايه لسه فيها صوص كده، هي لما بتهدى شوية بتشرب الصوص كله، لكن هو المفروض بيكون لسه ايه فيها كده صوص احمر بيتاكل بالمعلقة بس. خلاص شفتوا بقى وصفة سهلة جدا جدا وخطيرة. انا معايا هنا الحلة اهو، عايزة اول حاجة اعملها ايه؟ انا عايزة احمر المكرونة واللحمة، دول اول حاجة انا عايزة اعملهم. عايزين بس كده نحط زيت، عايزه المكرونه تاخد لون حلو، وبعد كده احمر معاها اللحمه ونحط باقي المكونات. هنحط كده المكرونه، الطريقه دي بتبقى ظريفه جدا وبتخلي المكرونه حلوه وطعمها حلو، تاخد لها كده تحميره، هتلاقيها لونت معاكي على طول يعني مش هتطول كده. ومعايا طبعا اللحمه، اللحمه المسلوقه، لحمه كندوز، انتوا قطعوها بقى الحتت اللي انتوا عايزينها، عايزينها مثلا تبقى مكعبات اكبر شويه مفيش مشكله. انا هنا اللي معايا اللحمه متقطعه مكعبات مش كبيره قوي، مكعبات يعني مايله انها تبقى صغيره شويه، بصوا، ومسلوقه، ايوه اهي، هتبقى ظريفه جدا ولذيذه كده مع المكرونه، مش هتبقى ضخمه يعني. المكرونه اهي بتتحمر، دي كده تحميره. المكرونه لما بتتحمر بتعمل لون وطعم كمان ظريف، غير لما بتتحط كده على طول وهي مش واخده لها تحميره حلوه. ممكن كمان نحط معاها واحنا بنحمرها مكعب مرق مثلا، برضو هيعمل اضافه حلوه قوي كده. من الحاجات اللي بتدفي بقى المبكبكه دي، تتاكل سخنه، لازم تتاكل سخنه علشان الصوص بتاعها ما يهداش والمكرونه تشفطه كده وتشربه، لا عايزه تتاكل كده وهي سخنه مع حته اللحمه. والميزه كمان في تقطيعه اللحمه المكعبات الصغيره شويه دي انها بالمعلقه كده ايه، هتلاقي مكعب اللحمه على قد البق يعني، ما تبقاش حته كبيره كده اهو. المكرونه اهي ابتدت تاخد لون، ممكن نحط لها برضو اللحمه بقى كده عشان برضو تاخد لها تحميره معاها.
انا بنزل حته حته كده ليه؟ علشان لو في شوربه في الطبق ما تنزلش مع المكرونه دلوقتي كده اهو. ايوه كده اهو بس كده. ونقلب بقى اللحمه كمان تاخد لها كده ايه تقليبه وتشويحه مع المكرونه قبل ما نضيف بقى باقي المكونات كده. باقي المكونات بقى عايزه كده اقربهم مني. عايزه اجيب البصل وكل التوابل، الفلفل الاخضر طبعا كده، لما تلاقي المكرونه اخدت معاكي لون واللحمه كمان كده اخدت لها لون لطيف وكله بقى تمام، هنبقى ايه نحط البصل كده ونحط الفلفل الرومي الاخضر بس كده ونقلب. الريحه تجنن، حط رشه ملح وفلفل. عايزه برضو ايه البصل والفلفل كده ياخدوا لهم تقليبه حلوه. عايزين نحط بقى التوابل، السبع بهارات، الكركم مش كتير والكاري والحبهان البودره ورشه كده من جوزه الطيب. كده اهو، ومعانا كمان ورق لورا هنحط مثلا واحده ولا اتنين علشان نطلعهم في الاخر ونخلي بالنا وندي الكلام ده كله كمان تقليبه. كده جميله وريحتها تجنن، بس ما تكتروش الكركم، يعني خلي الكركم قليل لان الكركم قيمته الغذائيه عاليه جدا يعني. معانا بقى ايه الطماطم، صلصه الطماطم، الطماطم المضروبه في الخلاط ومتقلينها بمعلقه كبيره من معجون صلصه الطماطم كده علشان ايه يديها لون احمر كده تقيل. هقلب كده وهزود بقى ميه علشان المكرونه تستوي اهو. نجيب بقى ميه اهو، الميه يا دوب تغطي المكرونه مش اكتر من كده، وهتسيبيها مثلا خمس دقايق لغايه ما المكرونه تستوي ويكون لسه ايه المبكبكه يكون فيها صوص. لو حسيتي ان المكرونه شربت الميه كلها زودي شويه ميه واديها كده غلوه، وزي ما اتفقنا الاكله دي بتتاكل في ساعتها وهي سخنه، يعني مش تعمليها بقى وتركنيها بقى نبقى نسخنها، لا. ليه بقى؟ لان المكرونه لما بتتحط في صوص مده طويله بتستوي زياده فهتتهري، فاحنا عايزين ناكلها مستويه وفي نفس الوقت فيها صوص. فلو بردت المكرونه هتشفط الصوص وهتبقى بقى ايه مستويه زياده عن اللزوم، وهتحس انها طعمها مش حلو. تبقى مستويه زياده عن اللزوم عشان احنا سايبينها في الصوص، والمبكبكه لازم يكون ليها صوص، فاهمين قصدي؟ فهي تتاكل وهي سخنه، وهي مش هتاخد ابدا اي وقت، خمس ست دقائق هتلاقي المكرونه استوت معاكي وتبقى ايه السوى بتاعها حلو كده مش مهريه مع الصوص ده التدفي وحتت اللحمه، وحاجه بقى خطيره جدا. ان شاء الله ان شاء الله يا رب تعجبكم. اهي بتبكبك اهي، مبكبكه اهي. احنا طبعا عاملين واحده هناك، وزي ما قلت لكم علشان احنا غرفينها فهتلاقوا بقى المكرونه بصوا شربت الصوص كله لان هي بقالها شويه، لكن وهي لسه سخنه بيبقى لسه الصوص ايه الاحمر بتاعها بتبقى واضح اكتر من كده.
جربوها ان شاء الله يا رب تعجبكم بالهنا والشفا. فاصل بسرعه جدا، الم اشيائي دي كلها ونرجع نعمل التشيكن بوب كورن. سهل جدا ولذيذ وهيفضل مقرمش معاكي حتى وهو بارد ان شاء الله. خليكم معانا بعد الفاصل. نعمل دلوقتي بقى التشيكن بوب كورن، لذيذ لذيذ وسهل ومقرمش وتحفه. ايه بقى؟ انا معايا اوراك، انا بحب الورك طبعا تعرفين، والتشيكن بوب كورن ده يتعمل بالوراك بقى احلى، بيستوي على طول وبيبقى جوسي كده وطري ولذيذ جدا جدا جدا. طري اقصد اللحمه بتاعته، لكن هو من الكفر بتاعه من بره بيكون مقرمش. فانا معايا صدور من الفراخ متقطعه مكعبات على قد عقلة الصباع، علشان لسه هنعمل له تغطية بقى وبتاع، فيبقى شبه البوب كورن يعني صغنونة كده. تمام. معايا ايه كمان بقى؟ التتبيلة اللي احنا هنتبل بيها الفراخ ايه؟ معايا معلقة صغيرة من البابريكا، طبعا ملح وفلفل اسود، وبصل باودر وتوم باودر، مش اكتر من كده. وهنتبل كويس قوي الفراخ زي ما اتفقنا، بصل باودر توم باودر ملح وفلفل وبابريكا. بعد ما نتبلهم هنبقى محضرين بقى حاجة للتغطية، علشان ايه؟ نغطسهم كده في كفر قبل ما نحمرهم في الزيت. معايا 2 من بياض البيض، 3 معالق كبار من اللبن، كوباية دقيق، نص كوباية من الكورن فليكس المطحون، وكوباية بقسماط وزيت للتحمير. طبعا انا عمالة اقول كوباية 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 ده عشان لو هتعملي كتير، لكن غير كده انت بقى مثلا ايه هتعملي شويه صغيرين مثلا وركين ولا حاجه، يبقى في طبق كده بالمعلقه تقومي حاطه معلقتين من الدقيق، عليهم معلقتين من الكورن فليكس المطحون، معلقه واحده من البقسماط الناعم، وتعملي لهم خلطه كده سوا مع بعض بس. فاهمه ازاي؟ مفيش اي حاجه تانية اكتر من كده. وبياض البيض هنخففه مع اللبن، علشان لازم نغطس البياض البيض واللبن الاول في الفراخ، ونحطها بعد كده في المواد الجافه اللي هي الكورن فليكس المطحون مع الدقيق مع حاجه خفيفه كده من البقسماط قبل ما نحمره. بس الكورن فليكس هيخليه مقرمش وهيحافظ على القرمشه بتاعته مده طويله، الدقيق هيمتص اي يعني سوائل محطوطه ويعمل قفله كده يكتم كده على الفراخ، علشان الكفر بتاعها من بره يفضل مقرمش وبس كده. خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عايزه اطلع بوله طبق كبير هنا كده، ونحط بقى ايه الفراخ الحلوه دي اللي متقطعه مكعبات كده صغيره، نحط عليها ملح وفلفل، ملح، ونحط عليها كمان فلفل، ومعايا بابريكا كده، والبصل الباودر والثوم الباودر اهو. بس كده، وايه واخلط كده الكلام الحلو ده كده مع بعضه، علشان ايه يدخلوا كده في التتبيله. حاسه ان انا عايزه احط رشه فلفل اسود كمان كده اهو اهو كده. بس كده الفراخ بقت ايه؟ متبله ومتبهره وظريفه جدا. نيجي بقى للتغطيه اللي هنحط فيها الفراخ. عايزه اجيب هنا كده بولتين هنا كده حلوين، احطهم قدامي علشان اقول لكم دلوقتي انا هعمل ايه. اهو واحده فيهم هحط بياض البيض اهو، ومعاه اللبن، بياض البيض ومعاه اللبن، ورشه ملح وفلفل، رشه ملح ورشه فلفل. تمام. ودول كده ايه هنقلبهم مع بعض.
بياض البيض متخفف بلبن ورشة ملح وفلفل. تمام، نيجي للبولة التانية، هنقوم حاطين دقيق كده، بقسماط ناعم مش كتير، وايه الكورن فليكس المطحون او المجروش، بس كده. كميه الكورن فليكس المجروش تبقى قد كميه الدقيق، لو تحطي معلقتين يبقى هنا معلقتين، البقسماط بس هو اللي هيبقى نص الكميه يعني معلقه، ونحط برضو عليهم رشه ملح ورشه فلفل وبرضو رشه من الثوم الباودر والبصل الباودر والبابريكا عشان يعمل لنا طعم للتغطيه اللي احنا هنغطي فيها التشيكن بوكورن، ونقلب كده. بصوا الشكل الحلو ده كده اهو. ونيجي بقى للفراخ اللطيفه دي، بس انا عايزه احضر طبق كده جنبي. تعالى مثلا انت يا طبق، انت يا حلو اهو كده. هناخد بقى واحده من الفراخ، بصوا متقطعه ازاي، قد عقلة الصباع تقريبا اهي، بصوا اهو. هنحطها اول حاجه في ايه، في الخليط بتاع بياض البيض واللبن كده، نحط اهو واحده كمان واحده كمان كده مثلا اهو عشان تشوفوا معايا. بنطلعها من بياض البيض على طول على الطبق اللي فيه ايه، الدقيق والكورن فليكس والبقسماط. اهو ونغلف الكلام الجميل ده مع بعضه اهو. ادي اول واحده ظريفه جدا 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 اهو. اللي بعده برضو، ويفضل طبعا ان انت تحطيهم في التلاجة شويه، يعني بتاع مثلا ربع ساعة 10 دقايق، عشان بس الغلاف اللي عليه ده يمسك كده ويبقى ايه، يبقى كويس. وبعد كده زيت سخن درجة حرارته متوسطة، تبتدي تحمري التشيكن بوب كورن اللطيف ده، وتبقي واقفة قدامه. طبعا هي اوراق فمبتاخدش وقت ابدا في التسوية، وان شاء الله طبعا بنسبة 100% هتستوي معاكي على طول، بسبب انها اوراق وبسبب انها متقطعة حتت صغيرة. الطبقة الخارجية اللي احنا حطيناها اديناها وقت في التلاجة، فهتفضل ماسكة على الفراخ وكمان هتبقى مقرمشة، تبقى خطيرة. انا معايا حبة هنا كده اهو، هاجي هنا عند الزيت، يا رب يكون سخن كده يا زيت، كده يا زيت تعمل فيا كده، ده احنا في الحلقة يعني ما يصحش ابدا، ما يصحش ابدا يا زيت. شكرا قوي على هذه الحركة اهو. بصوا حطوا كده، والزيت يعني ايه بيسخن، هيشد حلو حالا دلوقتي، وهفضل كده احمرها معاكم ان شاء الله على اخر الحلقه. لسه عندنا فقره كمان بتاعه مشروب الطاقه، يكون اخد لون البوب كورن ده ونطلعه سوا مع بعض. واحنا طبعا عاملين كميه هناك، سموره هتجيبها لكم بقى، هاتيها لنا يا سموره الطبق الحلو ده كده اهو. بصوا جميل ازاي، لذيذة لذيذة ومقرمشة، وهتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. وصفة كمان يعني مفيش اسهل من كده تعمليها، وبالهنا والشفاء. فاصل بقى بسرعة جدا نلم الكلام ده كله، وهفضل واخدة بالي من الفراخ، وبعد الفاصل نعمل مشروب الطاقة، مكونات كلها ظريفة وطعمه لذيذ قوي ان شاء الله يعجبكم. خليكم معانا بعد الفاصل. جيت لسه هقول الزيت سخن اهو الحمد لله، ولسه الفراخ بتاخد لها تحميره ظريفه جدا.
ان شاء الله يا رب نلحق نخرجها مع بعض وتشوفوها دي وهي سخنه كده قبل ما الحلقه تخلص. احنا دلوقتي بقى هنعمل الوصفه الاخيره في هذه الحلقه، مشروب الطاقه. عباره عن ايه بقى؟ معايا بسكوت بالشوكولاته. بسكوت الشوكولاته عارفين بقى اللي هو بيبقى فيه كريمه كده، محشي كريمه بيضة، الولاد كلهم بيحبوه. فانا معايا منه شويه، يعني تقريبا باكت او ممكن 2 باكت من البسكوت الحلو ده. معايا فول سوداني مطحون. السوداني بتحطيه ممكن في الكبه، ياخد له كده لفتين ثلاثه، بيبقى خشن شويه، مش مطحون ناعم قوي يعني، بيبقى لسه خشن شويه. معنا ايس كريم فانيليا، معايا لبن وعسل ابيض. طبعا اللي هيسمع ايس كريم واحنا سقعانين كده والجو ساقع يقول لي ايه اللي انت بتعمليه ده يا مره، اقول لكم لا، في بقى ناس تانيين غيرنا، ناس بتحب الحاجات الساقعه في الشتاء، فلازم بقى نعمل لهم المشروب الحلو ده. احنا هناخد بوله واحده بس من الايس كريم، ومعاها كمان لبن. اللبن ده تقريبا ربع كوبايه، ومعلقه كبيره من العسل الابيض، او ممكن تزودوا اكتر زي ما تحبوا علشان يبقى طعمه حلو كده وجميل. بس كده نفتح الخلاط وهنحط كل الكلام ده في الخلاط. البسكوت اهو، والفول السوداني المطحون هنحط تقريبا ربع كوبايه كده، وكمان ربع كوبايه من اللبن. بس كده، ونجيب الايس كريم. فين المعلقه الكبيره؟ اهي معلقه واحده بس كده كبيره من الايس كريم الحلو ده اهو، وكمان معانا عسل ابيض معلقه كبيره. بس كده، وبعدين نضرب الكلام الجامد ده كله بقى مع بعضه عشان يعمل لنا المشروب الظريف. بسم الله. خلاص خلص هذا المشروب الظريف الحلو. نجيب له بقى كده كوبايه عاليه، كوبايه انتي، نحطه هنا ولا هنا؟ هنحطه في الكبيره بقى دي اهو. بس كده طعمه يا جماعه جميل قوي قوي وظريف جدا. ممكن نحط عليه كده، بس مش هتثبت صح، هتقع. نجرب اهو، يعني ايه عامت على وش على وش الكوبايه. ممكن نحط هنا كمان اهو. بس كده شكلها خطير وظريفه جدا اهو. ان شاء الله يعجبكم يا رب وتجربوه. تعالوا كده نبص على البوب كورن. هاتيه لنا كده يا سموره لو سمحتي، التشيكن بوب كورن اهو. بصوا جميل جميل، مش قادره اقول لكم قد ايه، ومقرمش جدا وتحفه. طبعا الفراخ اكيد اكيد استوت. بصوا حلو ازاي، اعملوا لي العيال بقى وكتروا الكورن فليكس المطحون دوت عشان هو بيعمل قرمشه وبيمسك الفراخ بيخليها ظريفه. طلعوا هنا كده على ورق مطبخ. بس هنا كده بس. ان شاء الله تجربوه يعجبكم. الحلقه خلصت. الحلقه خلصت للاسف. عملنا ايه بقى؟ عملنا اول حاجه المبكبكه، وصفه حلوه جدا، مكرونه اللي هي الخواتم معاها مكعبات من اللحمه المسلوقه. المكرونه اتحمرت مع اللحمه، وبعدين حطينا لها بقى البصل والفلفل وتوابل وصلصه وميه، واستوت وبقت تحفه وظريفه جدا، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه عملنا التشيكن بوب كورن، قطع كده من الفراخ
تجنن متدحرجه في الكورن فليكس عشان تتحمر، والتتبيله بتاعتها بسيطه جدا، ملح وفلفل، بصل باودر وتوم باودر وبابريكا، وبتطلع تحفه وظريفه ان شاء الله تعجبكم. واخر حاجه المشروب الحلو ده، مشروب الطاقه، ما فيهوش ابدا اي حاجه، البسكوت اللطيف اللي الولاد بيحبوه مع عسل وفول سوداني مطحون، بنحط له كمان معلقه كبيره من الايس كريم، بيخليه طعمه حلو قوي قوي، ان شاء الله يعجبكم. انا بشكركم جدا ان انتم تتفرجوا عليا، يا رب تكون الحلقات والوصفات بتعجبكم ومشجعه كده ان انتم تجربوها. ببقى مبسوطه بكل الناس حبايبي اللي بيجربوا الوصفات ويبعتوا لي صورها، ان شاء الله يا رب دايما نفضل نعمل لكم حاجات حلوه. شوفوني كل يوم الساعه 1 على قناه النهار، ويوم السبت والحد والاثنين بنكون معاكم على الهواء. باي باي.